بعد أن تكلم الحق عن جعل خلق الأرض وخلق السماوات وسبع وهو بكل خلق عليم، دي كلها إيه؟ كلها مكان لوجود المخلوق اللي هيجي للكون. ما خلقهاش لذاتها بقى، ده خلق لكم، خلق لكم، يبقوا أنتم الأصل. فقبل ما يقوم يتكلم عن الخلق بتاع آدم، راح مدينا قال اطمئنهم، أنا مش هجعل آدم يقتحم كده الوجود وبعدين نقعد لا، ده قبل ما يوجد مترتب له كل إيه؟ كل حاجة، حتى يأتي على رصيد من إيه؟ مما يستبقي حياته وبقاء إيه؟ وبقاء نوعه. بعد كده بقى، بعد ما وضب الامور دي كده واسس لنا البيت زي ما بيقولوا، جاب الايه العروسين اللي هيعمروا البيت ده اللي هي الخلافه في الارض لادم ولمين ولحواء، اصل الايه، اصل التكاثر الايه الانساني. هنا كلام يجب ان يقال، وهو ان الكتب التي تكلمت عن ادم وعن الاعمار وعن الاجيال وظلت تحسب كذا، وجد أن حسابها لا يصل إلى حسابات إلى الحسابات التي تقدر الزمن بملايين السنين. لما تيجي تحسب كده تلتفت تلاقيك تعوز 10,000 سنة بس لحد ما توصل لهذا مثلا. في أشياء ثبت علميا تجريبيا إن عمرها ملايين، أكثر ملايين السنين. يظن بعض الناس أن ذلك يتناقض، لا، لم يقل الله أن أنا أول ما خلقت في الأرض خلقت آدم. أول ما خلقت من نوع كنتم آدم، مش أول ما خلقت الأرض خلقت آدم، لا. إذن فمجيء شيء يعمر في الأرض أقوى أطول من آدم ما يقدحش في حاجة، لأن الله لم يقل أنا أول خلقي على الأرض آدم، أول خلق جنسكم آدم. بدليل اللي يقرأ القرآن زي الناس يفهم، يقول والجن خلقناه من قبل من نار السموم. الله، يبقى في جنس عمر الأرض قبل آدم، يبقى آدم ما هوش اتخلقت الأرض وخلقنا آدم. حتى إن لما تقول لي ده فيه ملايين وده مش ملايين، ما فيش فيه، ما نقول له ما فيش فيه تناقض، لأن الله لم يقل أنني خلقت الأرض وخلقت أول من عليها آدم، ده آدم أول جنسكم، آدم أول جنسكم، وأول جنسكم جاب لنا جنس مباشر قبله، والجنة خلقناه من قبل. وإذ ولماذا لا تأخذ في قولين جاعلهم في الأرض خليفة؟ ما هو بعضهم خليفة للقدرة في أن الأشياء تنفعل له ويخلق، ولذلك قال أحسن الخالقين مثلا، يعمر الأرض ماشي، فهم ماشي، أو خليفة يخلف خلقا كانوا موجودين، بدليل أن الملائكة برضو أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ويهلكوا الحرث والنسل. إذا كانوا عارفين أن في دماء وفي حاجة حصلت وفي إهلاك حرث وفي إهلاك نسل، الله، يبقى إذا في عالم تاني. طب ولماذا لا نفهم من قول الله إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني الحكايه مش بعيده على ربنا، ها برضه يحصل. اذا فلا تقل ابدا ان تحديد ما حدد بملايين السنين يتناقض مع القران في شيء، لانهم لما يحسبوا عمر ادم الى الان ما يصلش الى هذه المده، نقول له لا، القران لم يقل ان ادم اول من خلق في الارض، جائز ان يكون خلق قبله كتير، وما ادم عند القياس ايه في منطق العقل واحد، ولكنه عند القياس اوادم، كان أودهم كتيرة أوي. أما لأن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، دي عزيز يعني مش غريبة على الله، يعني ممكن إيه، ممكن تحصل. ما يجوز أن يكون خلق تاني، ما يجوز أن يكون فيه خلق يستقبل ولا يبتكر، وإحنا أسمى ما فينا أننا نأخذ ما أعطانا الله ثم نأتي بأشياء جديدة. يجوز أن الخلق ده كان في الطور القبلة اللي هو ياخد اللي موجود وبس، ولا يشغلش عقله في أنه يستنبط حاجة. إحنا غير كده، احنا عمالين بنا ايه، بنستنبط حاجات، ولذلك قال فتبارك الله احسن الايه الخالقين. يبقى احنا يبقى فيه خلق يستقبل ما خلقه الله ولا يزيد، واحنا امتزنا باننا نستقبل خلق الله ونزيد، بس بقي هناك فارق، وهو اننا نزيد ما لا نستطيع ان نعطيه الحياة، اللي نخلقه يفضل على ايه
زي ما هو ولا يحصلش منه تكاثر زي ما قلنا. ما نجيبش كباية ونحطها مع كباية ونقول لهم باتوا يا بعض وهاتوا لنا كبايات، لا دي ما نمكنش، ما نقدرش على ايه سر الحياة. إذن فمن الجائز أن يكون هناك ايه خلق، ايه خلق آخر، ما قلناش إن هذا. فإذا قالوا إنهم مثلا بتحليل بعض الأشياء ووجدوا عمرها الكربون عاد إشعاعه بيدي العمر، إشعاع الكربون بيدي العمر، بيجيبوا حاجات ويعملوا منها حتة فحم وبعدين يشوفوا إشعاعها قد إيه يقدروا إيه. وأنت تستطيع تزرع شجرة بإيدك، أنت ازرع شجرة بإيه بيدك وخلاها لما تبقى خشب كده وبعدين بص شوفها كم سنة، تستطيع كده من غير ما تكون انت اللي زارعها تجيب قطاع كده وتقطع الشجرة وتبص كده للدوائر اللي موجودة فيه، الدوائر دي كل دائرة بسنة، كل دائرة سنة. انت تعرفوا علم نبات ولا حاجة؟ كل دائرة بايه؟ ولذلك الجذع يدخن ويدي العمر. لما تقطعها كده هتلاقي فيها الايه الدوائر دي تحدد اعمارها. لو انت خدت بقى من حته دي وعرفت عمرها قد ايه وخدت منها حته وحرقتها وعملتها فحم وبعدين شفت اشعاعها تقوم تديك السن ده، يبقى اذا ما نقدرش نكذب الاشعاع في تقدير الاعمار ولا نستطيع ان نكذب الله فيما قال. يبقى المعنى ان ادم لم يكن اول الخلق، فدعهم يقولون ان دي عمرها مليون ودي مليونين ودي مليونين، فربنا ما قالناش ان ادم هو اول من عمر الارض. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل الحديث.